اوكي اسال. ما عندكش الحق تجي عندي وتسبني علاش حيت درت انا فيديو ساركازم وطلع على شي خطرات وتجي تقول لي انت لا كتضحك على الناس اللي ما شوف في القطار ولا اش راه واش هاد الشعب هذا ما غيوعاش ما غيتخدمش ما كيعرفش شنو هو الساركازم ما كيعرفش انه راه وصلت واحد الميساج مورا داك الفيديو واخا ضحكت وما ضحكتش على الناس اللي ماشوا راه قلت لك انت ما ضحكتش على الناس اللي ماشوا ضحكت على شي خطرات هي الكونسيبت ديال الفيديو كله دويش عليها هي وفي القطار لا السكه ما مربياش راه وصلت ميساج قلت للدوله انها جقد القطار ديالها القطارات ديالها جقد السكك الحديديه ديالها ماشي قلت لهم لا كدا الناس ماشوا اجي نضحكوا عليهم ولا شي بلا بحال هكا فرقوا ما بين شي حاجه الاخر ديال الفيديو وصلت ميساج لاغلبيه ديال المشتركين ديال لاشين ديالي القوس قلت لهم الاخوان كدا خاصكم تبرعوا بالدم راه الناس خاصهم الدم انا ما غنتبرعش بالدم وضحكت بحال هكا قلت لهم حيت انا خدام بالماء غاكا ضحك وصافي ساركاز مش كتفهموا شنو هو الساركاز وعباد الله راه 2018 هادي و راه 2018 هادي شي حاجه سميتها الساركاز ما فاك